فيك نيوز أو أخبار مزيفة، جملة ترددت كثيرا منذ فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية. فالرئيس الأمريكي نفسه غرد أكثر من مرة أنه يتعرض لأشرس حملة إعلامية مضللة، ولكن ما مدى دقة مثل هذا الكلام؟ خلال السنتين اللتين استغرقتها تحقيقات روبرت مولر بشأن التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية، صدرت عدة تقارير مجهولة المصدر لم يتم التحقق من مدى صحتها أو دقتها، نشرتها مواقع مثل بازفيد وميكلاتشي، بالإضافة إلى صحيفة ذا جارديان البريطانية وقناة CNN الأمريكية. بازفيد نشرت في 18 يناير مقالا زعم أن هناك أدلة على أن ترامب أصدر أمرا إلى محاميه السابق مايكل كوهين بالكذب على الكونغرس. مجددا بازفيد أشارت في يونيو 2018 إلى أن بطل رفع الأثقال الأولمبي الروسي السابق ديمتري كلوكوف كان وسيطا بين ترامب وبوتين. مقال صحيفة ذا جارديان زعم أن رئيس حملة ترامب السابق زار جوليان أسانج 3 مرات بين عامي 2013 و2016. بدورها قامت إدارة التحرير بشركة ميك كلاتشي الإخبارية بنشر موضوعين ادعيا أن مولر توصل إلى دليل على أن كوهين سافر إلى براغ خلال حملة عام 2016. لكن كوهين لم يسافر إلى براغ وفقاً لتقرير مولر، وهكذا فتح تقرير مولر النار على صحافة المصادر المجهولة وأثبت عدم دقتها، إذ لم يتضمن أي دليل يدعم ما نشرته وسائل الإعلام بتوسع ومن دون الاعتماد على مصدر موثوق.